أصعب شيء أن يعرف الإنسان نفسه، وأسهل شيء أن ينصح غيره. ما أجمل أن يكون لديك إنسان يحسن الظن بك، ويغفر لك إن أخطأت، ويلتمس لك العذر إن أسأت له. لم أكن أرغب بتعلم الشطرنج لسبب بسيط، لأنني لا أريد أن أقتل جيشي لكي يحيا الملك. إننا نشعر بالأسى على أنفسنا أحيانا، ليس لأننا أسأنا التصرف، بل لأننا أحسننا التصرف أكثر من اللازم. التصفيق هو الوسيلة الوحيدة التي نستطيع أن نقاطع بها أي متحدث دون أن نثير غضبه. بعض العقول أشبه بالإسمنت اختلطت فيها الأفكار ببعضها فتجمدت إلى الأبد. تستغرق مناقشة المسائل التافهة وقتا طويلا، لأن بعضنا يعرف عنها أكثر من ما يعرف عن المسائل الهامة. أعظم خطأ أن ترى نفسك على الصواب دائما. ليس هناك من هو أكثر بؤسا من المرء الذي أصبح اللا قرار هو عادته الوحيدة.